خلينا نطمن اكتر على الفريق قبل طبعا مباراه الاسماعيلي. نروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب التتش، نعرف اخر الاخبار والكواليس وطبعا كواليس تدريب الفريق النهارده. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير ساره، مساء الخير احمد، مساء الخير على كل مشاهدي وجماهير ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وضمن صوتي ليك زميلي احمد. يمكن يعني البطولة الأشهر، البطولة الأقوى، البطولة الأغنى في أفريقيا يجب أن يكون فيها تقنية الفار. يعني إحنا أحسن بطولة، أقوى بطولة ما فيهاش تقنية الفار إزاي؟ فيا رب بإذن الله الاتحاد الأفريقي في الأعوام القادمة يتدارك هذه الأخطاء بإذن الله، ويكون شرط أساسي من أول دور لآخر مباراة أو مباراة نهائية تطبق طبعا تقنية الفار. تمرين النادي الأهلي بدأ في الواحدة زورا دون راحة طبعا استعدادا لمباراة الإسماعيلي، مباراة في اسكندرية، وعات النادي الأهلي توالي مباريات، ضغط المباريات، الفصل من البطولة المحلية إلى البطولة الأفريقية، ممكن كلها كم يوم وكمان نخش تاني على البطولة الأفريقية، فربنا يكرم بإذن الله لاعبي النادي الأهلي وتقدر تفصل كويس. النهارده مستر رابيتسو موسيماني ومدير الكرة اتكلم عليه على فصل المرحلة. يمكن نركز في مباراة الإسماعيلي، مباراة قوية جدا، مباراة يمكن الإسماعيلي في موقف لا يحسد عليه، فطالب اللاعبين بالفوز في المباراة المقبله والخروج مبكرا من تعادل امس ويمكن عدم التوفيق اللي لازم النادي الاهلي. انا بعتقد طبعا ماتش الاسماعيلي يا شريف هتفق معاك، ايا كان ترتيب الفرقتين في جدول الدوري مباراه ليها طابع خاص، والاسماعيلي دايما قدام الاهلي بيقدم زي كل فرق الدوري الحقيقه، دايما بتيجي قدام الاهلي بتقدم اقصى واعلى مستوى ليها. خليني اسالك على تمرينه النهارده، ويمكن كنا عارفين ان بعد ماتش فيتا كلوب في كتير من اللعيبه اللي كانت بعيد في الفتره الاخيره هترجع مره تانيه، مين دخل التدريب، الموقف بالنسبه لمعلول، موقف بالنسبه لصلاح محسن، كلمنا كده عن تدريب الاهلي النهارده. يمكن الاول بقول الف مليون سلامه للاعبنا الخلوق محمود وحيد اللي عمل سونار واشاعه ترانين منذ قليل واثبتت طبعا تمزق في العضله الخلفيه، يغيب مش اقل من شهر، ربنا يا رب يرجعه بالسلامه، لعيب كبير ولعيب مهم باذن الله الفتره الجايه يكون مع النادي الاهلي بقوه. النهارده شارك في المران بكل قوه صلاح محسن العائد من العضله الاماميه، وشارك بكل قوه وظهر بشكل مريح جدا لمستر بيتسو موسيماني. طبق بقى الرؤيه الفنيه لمستر موسيماني اذا كان صلاح دور في مباراة الإسماعيلي ولا لا. النهارده طبعا معلول ووليد سليمان لسه بينفذوا البرنامج التأهيلي الخاص بهم، ولكن بطمنك النهارده معلول يمكن تابعته عن قرب في البرنامج التأهيلي في المرحلة النهائية، وبدأ يفتح سبرنتات وسرعات في المرحلة النهائية، باقترب من الرجوع مرة أخرى، ولكن بقى ما تحددش إلى الآن رجوعه هيكون إمتى بالتحديد، ولكن من الصعب طبعا لحقه بمباراة الإسماعيلي توالي مباريات، ضغط المباريات، فبإذن الله يا رب بإذن الله يكون جاهز لمباراة فيتا كلوب بإذن الله في الكونغو. ولكن الاجواء النهارده يعني اجواء كويسه الى حد ما، عدم التوفيق اللي لازم لاعبي النادي الاهلي بالامس، النهارده اتكلم معاهم مدير الكره ومستر بيتسو موسيماني، الخروج مبكرا من عدم التوفيق بالامس والتركيز فقط في مباراه الاسماعيلي، ومحدش ركز خالص في مباراه فيتا كلوب، والتركيز فقط لا غير في مباراه الاسماعيلي عشان خاطر الاهلي يقترب خطوه مهمه من الصداره او من اعتلاء القمه في الدوري المحلي، بطولة محببة لكل جماهير النادي الأهلي، وبطولة الدوري النادي الأهلي خلاص يعني بطولة بالنسبة له جماهير الأهلي بتحب تحسمها بدري، فيا رب بإذن الله يوفق الإسماعيلي، مباراة تكون صعبة جدا وفي اسكندرية، فربنا يكرم بإذن الله. بكرة التمرين هيكون في الواحدة زورا، وبكرة هيكون في مسحة طبية طبعا طبقا لبروتوكول لوزارتي الصحة ووزارة الشباب والرياضة قبل مباراة الإسماعيلي، يا رب بإذن الله يسلم كل لاعبي مصر وبالتحديد طبعا لاعبي النادي الأهلي. بشكرك شريف شعبان طبعا، واتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي. الف سلامه محمود وحيد طبعا، يعني اكيد طبعا.